حلقتنا النهارده هنتكلم في ملف يعني البعض تحدث عنه، ولكن الان هذا الملف اصبح ملح للتحدث عنه ولمعرفه الكثير من التفاصيل حول كيف يرانا الغرب كيفيه تاثير الانتخابات الامريكيه ليس فقط على مصر، ليس فقط على الشرق الاوسط بل على العالم. احنا معانا الاستاذ مهدي عفيف العضو السابق في الحزب الديمقراطي الامريكي وايضا المحلل السياسي. اهلا بك استاذ مهدي. أهلا. منورنا. الله يسلمك. خلينا نبتدي أولا بفكرة الإعلام ومدى تأثير الإعلام ليس فقط علينا هنا في مصر أو في العالم بس على كل المواطنين في العالم. في الآخر الإعلام بيقدر أنه يحدد أجندة معينة ويوجه. مؤخرا بنتحدث هنا في مصر بأنه في تقصير من إعلامنا المحلي في طريقة توجهه للغرب حتى يعرف ويعلم حقيقة ما يحدث في مصر. رأي حضرتك إيه في وجهة النظر بتاعت أن احنا مقصرين؟ خلينا نتكلم في الإعلام ومدى تأثيره بشكل عام، وأيضا إيه اللي عمله الإعلام في الانتخابات الأمريكية. ما رأيناه في هذه المرحلة من الانتخابات الأمريكية هو التأثير الفعلي للإعلام. خرج علينا واحد زي ترامب من غير خلفية سياسية ولا معلومات حتى عامة، واستطاع استخدام الإعلام بطريقة غير تقليدية في أنه يوصل اسمه. ترامب بدأ حملته الانتخابية من نيويورك مع مجموعة من الناس، من الكثير ما يعرفوش ان المجموعة اللي اشتغلت فيه مجموعة ماركتينج، مجموعة تسويق، وليست مجموعة سياسية. كما نعرف في الاعلام، الاعلام بيحب الحاجة الغريبة. يعني لو كلب عض واحد مش هيطلع في التلفزيون، صحيح. لكن لو واحد عض كلب دايما بنتعلم، كل القنوات هتتكلم عليه. فهو ده المنطق اللي بدأ بيه الحملة الانتخابية، وبدأها بشكل منظم جدا مش بشكل هبهزر. يعني مش بدأ الأول بالهجوم على النساء في أمريكا، أخذ الموضوع منه أسبوع أسبوعين، ثم بدأ على العايشين في أمريكا الجنوبية المكسيكان، ثم بدأ على السود، ثم بدأ على المسلمين بشكل منظم جدا وليست مسألة هبهزر. ليه؟ عشان يجذب النظر. ليه؟ طبعا حضرتك الإعلام النهاردة يقاس بالثواني. إلى يومنا هذا ترامب حصل على ما قيمته 2 بليون دولار من إعلام مجاني. فعلا 2 بليون دولار فقط من تغطية مجانية، تغطية مجانية في قنوات يعني الثانية فيها بفلوس، بسبب إثارة حاجات محدش يقدر يصرح ولا يتكلمها، وبعدين يجي في الآخر يقول إيه أنا آسف أنا مش فاهم أنا، لكن وصلت الرسالة، لكن الاسم اتعرف. فده يعني أنا عايز أقول ده أهمية الإعلام، إن يخلي واحد كان زيه زي أي واحد بليونير في أمريكا، بل في حتى في نيويورك أحسن من ترامب كتير، وفي منهم يمتلكوا أموال أكثر أيضا من ترامب، ولهم صفة أقوى زي المير السابق بلومبرج، وكلنا عارفين مين بلومبرج اللي طلب منه الترشيح، واللي الوحيد اللي اتغير له للمعلومة يعني الدستور بتاع نيويورك اتغير فقط لبلومبرج ليخدم مرحلة ثالثة في ولاية نيويورك. ومع هذا لم يحصل على ما حصل عليه ترامب، لان هو الراجل نفسه الى يومنا هذا مش عايز يدخل الانتخابات. في المقاطعين يعني مدام حضرتك يعني بتتكلم على سباق الرئاسي في امريكا، في مقابل الديمقراطيين ما قدروش ان يجابهوا دونالد ترامب بالشكل يعني متوازي. هي هذه السنه، هذه المره شيء مش معروف قبل كده، ما حصلش قبل كده ان واحد طلع يمثل ويهاجم، وكانت اللعبة لعبة تمثيل. إلى يومنا هذا لا تجري سياسات، يعني ما تكلمش بدأ أخيرا مؤخرا في السياسة الخارجية، السياسة الداخلية، الصحة وغيره. اهتمامات الشعب الأمريكي هو ركز على نقطتين مهمين، أولا الخوف إن الناس بتخاف، نمرة اتنين ركز على مجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هم معلوماتهم محظورة يعني محدودة، وبيهمهم الدستور من ناحية حمل السلاح، الأشياء اللي بتهم حوالي 30-40% من الناس في حتت معينة في أمريكا. عشان نبقى واضحين، أنا عايز أرجع بس للإعلام كما حضرتك. للإعلام بالظبط. دورنا إيه؟ تقصيرنا إيه؟ بالفعل هل إحنا مقصرين؟ هل إحنا فشلنا في توجيه الرسالة الجيدة والواضحة للذين يعيشون في الغرب؟ مش طبعا مش هتكلم على دول أو حتى سياسيين، أنا بتكلم على الناس العادية. في الحقيقة أنا لو أقيم الإعلام المصري، الكلام ده أنا قلته من بداية بعد الثورة، الإعلام المصري ياخد أف. سقط الإعلام المصري يعني. صفر. ليه؟ لأنه بيكلم نفسه. ما ينفعش النهاردة أنا أتخاطب مع مجتمع أنا مش فاهمه ومش فاهم مدخولاته. يعني إيه مدخولاته؟ وأنا قلت كده الكثير من الإعلاميين وجوم زوروها في نيويورك،
يا جماعه انت مش لازم تعمل تلفزيون مصري في امريكا. واكبر دليل ان ما ينفعش ان الجزيره انجلش سقطت. صحيح. وانا اول ما توقعت ان هيحصل لي ما ينفعش افكر في امريكا بمخ قطر ولا بمخ مصر. لكن اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل مجموعه من الحاجات، مثلا استقطب بعض الناس في موضوعات غير تقليديه، مثلا هناك واحد مشهور جدا في الطبخ. لو الاعلام المصري فاهم يجيبوا يستدعيه، سواء بقى هي وزاره خارجيه او واتيفر، يعني اي مؤسسه بتجيبه يعمل برنامج في ظهره الاهرام عن الطبيخ المصري مثلا، يعني طريقه تسويق مختلفه بالظبط، وتوصل يعني للجمهور اللي انا بتوجه له، واللي يقدم بمعطيات الجمهور اللي هناك مش بمعطياتي انا، وباللي يقدمها له واحد منه فاهمه وفاهم ايه اللي بيهتم بيه. انا ابقى المنسق. احنا مشكلتنا هنا في مصر كل واحد عايز يطلع قدام التلفزيون ويعتقد ان الامريكان حي ولا هو يعرف كلام انجليزي، يعني باحترام الشديد ولا يعرف الثقافه عنه ازاي، ولا يعرف ان هو لما يثير مسائل ستؤخذ عليه ازاي، لان دي زي ما حضرتك عارفه ده حاجه كبيره جدا. فهو ان انا اقدر استقطب يا اما بعض البرامج اللي يظهر فيها اعلاميين، وانا بنفسي عرضت على البعض ان انا اعمل نوع من التعاون. مش طيب لازم كان ردود الفعل ايه يا استاذ مهدي؟ لا ولا حياه لمن تنادي الى يومنا هذا. قمت مشروع كامل وانا بقولها على الهواء، مش هقدم بعد كده اي حاجه، لان للاسف كل الوقت والدراسات اللي بتتعمل مع مؤسسات علميه بتاخد تحط تحت، لانها تحط في الدرج الله اعلم تحط في الدرج ولا بتترمى اصلا، مجهود جبار سنين على كيفيه خوض المعركه. احنا يا جماعه دي امن قومي، انتوا للاسف يعني انا بتكلم بشكل عام ما حدش مقدر هذه المسؤوليه، لانك انت عمال تتكلم هنا ومحدش يسمعك. في المقابل بقى لو نعمل تحليل سريع لجماعه الاخوان، والتي يعني بموجب قانوننا هي جماعه ارهابيه، ويتجه العالم كله الاعتراف بها بانها جماعه ارهابيه، لماذا نجحت هذه الجماعه في ليس فقط تشويه صوره مصر ولكن ايضا كسب الاستعطاف من يعني الجمهور الغربي الذي يستمع اليها، ليس فقط في قنواتهم ولكن ايضا يعني في اضيق يعني زي ما بيقولوا دوائر. بالظبط بالظبط. ما حدث طبعا هو عمل دؤوب على مدى السنين. احنا بطبيعتنا اولا المصريين لوحدهم في اي مجتمع، هتكلم بالحدود في المجتمع الامريكي او المجتمع الاوروبا اللي انا يعني اعلمه جيدا، المجتمع الامريكي قليل جدا من المصريين اللي بيدخلوا سواء في العمل السياسي او العمل الاجتماعي، مما خلى يعني تعرضهم قليل افراد. جماعات الاخوان المسلمين بدات بمنظومه امريكيه، قانون امريكي بتتكلم عن الحريات، استطاعت ان تفهم بتمشي الامور ازاي في الولايات المتحده الامريكيه، وكونت مؤسسات تعتمد على التواصل مع المؤسسات الدينيه، لان في امريكا الناس كلها حتى العاديه سواء اخوان او غير اخوان ابنه عايز يعلمه عربي، مفيش مؤسسه تعلم العربي، فبيوديه جامع. معظم الجوامع وخاصه العربيه منها تحكمها جماعه الاخوان باسم امريكا، معظمها بلا استثناء. انا كنت ناشط جدا في هذه المؤسسات، لان عشان الواحد يبقى يتواصل مع المواطنين والجمهور لازم يا من خلال مؤسسات عربيه او مؤسسات اسلاميه. هناك المؤسسات الإسلامية يتخللها كثير من الإخوان القدامى والجيل الثاني والثالث، وده أخطر ما يكون. ليه؟ لأنه أمريكي فاهم السيستم كويس جدا ودارس كويس جدا، وفي نفس الوقت يعرف يلعب بإيه. مش في نفس الوقت بيتلعب على فكرة بأنه في الغربة أنت دايما بتحاول أنك تتمسك بأي حاجة تتعلق بهويتك، حتى لو كان دينك، حتى لو كان ثقافتك في الآخر، فدي طريقة جيدة للريكروت من زي ما بيقولوا، أو يعني لتجنيد البعض. بالظبط، بيغيروا فكر. إحنا لنا أصدقائنا من يعني الناس المثقفين، ولادهم أنفسهم بقوا إخوان وهم ما يعرفوش، لأن ابنه كان بيوديه الويكند في الأجازة الأسبوعية يتعلم عربي واوا، فوجئ أن الشاب ده اللي عنده 18 و20 سنة أفكاره كلها مشبعة بحاجات ما يقدرش. هل ده اللي أدى في الآخر ليه يعني كون جماعة الإخوان فكرة مشجعة لإدارة أوباما وإدارة الديمقراطيين لتشجيعهم للاستمرار، بل وإلغاء فكرة أن هم كانوا فزاعة عليهم ومحاولة احتضانهم عشان يعني نكفي شرنا؟ طيب أنا هقول لك اللي أنا حضرته بنفسي، لأن أنا لأول مرة بقولها، أنا حضرت الاجتماع اللي عملته سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية اللي جت واللي احنا كل الناس هنا بتشتمها، كان في 21 شخصية مصرية حضرت هذا الاجتماع، أنا كنت واحد منهم.
ده هنا كان في القاهرة؟ ده كان في واشنطن دي سي في وزارة الخارجية. ده سنة كام؟ ده بعد الثورة على طول قبل ما تيجي هنا تستلم. يعني في 2011 تقريبا. أنا مش عايز يعني وكان هذا الاجتماع عايزين يعرفوا رد الفعل ازاي الولايات المتحدة الأمريكية تقدر تساعد مصر. الاجتماع ده كان فيه ناس من أتباع الإخوان وناس اللي هم في على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية كلهم كانوا 21 شخص. في هذا الاجتماع اقترحنا بعض الحاجات منها ان احنا نشيل الديون وكانت وقتها 6 بليون او 6 تريليون. في خلال 3 ايام معظم اللي احنا اقترحناه منهم ازالة 2 بليون اتشال اتنفذ. اللي احنا مش قادرين نفهمه ايه؟ ان ادارة اوباما او غير اوباما او كلينتون او غيره بتتعامل مع الناس الفاعلين على ارض الواقع. انا النهاردة لما يكون عندي في الولايات المتحدة الامريكية 4 أو 5 منظمات اسلامية تمثل تقريبا قرابة 7 لـ8 مليون مسلم كامبريلا، لان ما حدش بيفكر في المصريين. يعني احنا عايشين وهم ان لا العملية امبريلا يا اما عرب يا اما مسلمين. فهذه المجموعات والمؤسسات مؤسسات امريكية وتساعد الولايات المتحدة الامريكية في مقاومة الارهاب، وده شيء فعلي. يعني احنا في امريكا اللي بيقول امريكا ليه امينه لحد دلوقتي؟ لان هناك علاقه وطيده جدا بين الامن وبين المؤسسات الاسلاميه والمسلمين، علاقه مصلحه. لان انا النهارده لو حصل مشكله انا سأدار انا وبنتي وابني فمن الطبيعي ان تكون هناك علاقه مصلحه لو في واحد بيفكر بطريقه غلط او يعني طب هل علاقه المصلحه دي ممكن تؤدي لتغاضي الاداره الامريكيه على خروقات؟ لان عندهم برضو قوانين الناس اللي عايشين في امريكا دول. تمام. يعني في الاخر لما اتكلم مثلا على المركز كان اسمه يا ربي سنتر فور ستاديز اوف ديموكراسي اند اسلام، اللي هو مركز دراسات بالظبط مركز دراسات الديمقراطيه بالظبط محمد المصمودي او مصطفى المصمودي. هو تونسي اخوان وهو ايضا فاعل وكان بيحاول يجي مصر. تمام. وكذلك موجود في تونس. تمام. يعني مثلا مركز زي ده كل الناس بتعلم بطريقة أو بأخرى غير رسمية بأن هذا المركز بيمرر تمويل للجماعة موجود في بعض الدول. كل الناس مين؟ كل الناس اللي عايشين في هذه الدول عن قرب. الكلام بس من غير ورق في الآخر. ما هو هقول لك حاجة. احنا للأسف عندنا نظرية المؤامرة دائما. هذه المؤسسات ماشية بنظام وتحت رقابة. في القانون الامريكي انا ما اقدرش اتهم انسان باي تهمه الا لما يكون عليا ان انا احط الدليل، مش شبهه. كون انه بيتكلم بفكر مناقض لفكري دي ليست تهمه في الولايات المتحده الامريكيه. واضح. هم بيلعبوا بالفكر بيلعبوا، لكن لم تقم منهم اي بادره او حتى تخطيط بما يتنافى مع القانون الامريكي. انا ممكن اقف في الشارع واشتم اوباما اي حد واعمل واقول ان الفكر ده غلط. والجوده بتاعتهم ان الاولاد من الجيل الثاني والثالث فاهمين ودراسات محترمه، بيتكلم بقى من منطلق قانوني ان اللي بيحصل في مصر ده ما ينفعش يحصل عشان دي ضد حقوق الانسان. ما بيحطهاش ان هو اخوان، واللي بيقابله في الولايات المتحده الامريكيه ما يعرفش ان هو اخوان، ما يعرفش السم اللي في العسل زي ما احنا بنقول، لكن شايف ان قانونا ان هو بيقول كلام معقول. كلامهم كله معقول، ما بيتكلموش. في المقابل تقصير من عندنا من الجهه الاخرى، احنا مش قادرين نجابه برضو. ما صح يجب ان نقول يا استاذ مهدي انه حضرتك لسه كنت بتقول ده كان عمل دؤوب عبر سنوات طويله. فاحنا دلوقتي جايين واكتشفنا او يعني لم ننتبه، في الاخر مش قادرين نواكب سرعتهم ايضا. بالظبط. هو كمان ان اي حد فينا راح امريكا من 30 و40 سنه هو ده اللي قدامه انه يعمل من خلاله. إيه هي بقى مين اللي يستطيع او لا يستطيع؟ لان في ناس كتيره جدا اضطرت انها تعمل من خلال هذه المؤسسات عشان تصل. يعني اديلك فكره واقعيه، في كثير من بعض من مصر هو عشان يبقى طبيب في الولايات المتحده الامريكيه لازم بيدرس دراسات معينه. ففي منهم اللي هو نفسيتهم تعبانه شويه يقول له والله لو هتبقى من ضمن المجموعه، شايف الدكتور فلان بيعمل 3-4 مليون في السنه، ممكن تبقى سواق تاكسي، ممكن تبقى مع يعني مع احترامي للجميع طبعا، او تبيع كفته على عربيه او وات ايفر. لكن النهارده لو مشيت، فانا اعرف شخصيات جت من 30 سنه لم تكن لها اي قيمه، النهارده بقى ليها قيمه مجتمعيه كبيره جدا بسبب تعاونها مع هذه المؤسسات. وهذه المؤسسات قويه جدا في التواصل. ليه؟ لانها عندها ستاف، عندها فريق بيعمل 70-80 واحد بياخد مرتبات، بيستطيع يروح المؤسسات الاسلاميه بيتكلم عن
انا نفسي شخصيا جالي واحد من هذه المؤسسات بيقول لي احنا جايبين احد الممثلات المصرية هناك وبيعملوا فاند ريزنج عشان يعملوا مشروعات خيرية. بيلموا فلوس. بيلموا فلوس. خيري. فهتعملوا معلوم مشروعات ايه؟ قال لي والله ما اعرفش يا اخ مهدي. هو طبعا يا اخ مهدي لو تعرف حد قول لنا احنا ممكن نتعاون معاه. قلت له انت بتلم فلوس وانت ما تعرفش اصلا هتصرفها فين؟ فهو فاق يعني اخذ الموقف. قال لي لا احنا عندنا بس يعني لزيادة. كثير من هذه المؤسسات بتعتمد على اسلوب التسويق انها لها اعلانات ولها مكاتب. ده معناه ان احنا محتاجين دلوقتي على ارض الواقع عشان نتعامل مع اللي احنا بنواجهه في الاخر. الصوره ابتدت تتحسن يجب ان نقول مقارنه بالتغطيه بالزبط. اللي كانت موجوده قبل كده عن مصر واختلاف الرؤيه عن مصر. بس برضو هل ده معناه ان احنا محتاجين خليه تسويق تعمل على تصحيح الصوره؟ هل يعني الطرق الدبلوماسيه ليست كافية لتصحيح صورتنا؟ لا طبعا. واحنا يعني انا اقول ان وزارة الخارجية قايمة بدور ممتاز في حدود امكانياتها ومسؤولياتها، لان اي حد في الخارجية سواء قنصل او سفير ما يقدرش يتكلم زي مواطن امريكي، وبيقال له انت ليك حدود انك تتعمل فيها. في ثلاث اشياء مهمة جدا لابد ان نعمل من خلالها. نمرة واحد الازهر. الازهر يا جماعة محترم من المسلمين، لان في خلي بالك المسلمين حتى الامريكان وغير العرب والعرب مفهومهم بما يسمعون من الإخوان، فكل متخيل أن مصر فيها كارثة ومصر يحكمها مش عارف إيه، لأن مفيش مقابل خالص. فمهم جدا نشاط ممتاز للأزهر، وشباب من الأزهر بيتكلموا إنجليزي بيرفكت يعني قبل ما يبقى شاطر، لانك انت مش هتروح هناك تتكلم في الحديث وفي المواريث، انت هتروح تحسن صورتك. واحنا شفنا حاجه بسيطه جدا، مشيخ الازهر فضيله الامام الاكبر راح المانيا فقط، كان على هواء مباشره، وشفنا المؤتمر المفتوح يعني اللي كان معمول، والاسئله اللي وصلت له وطريقه تصحيحها، وحتى يعني كان في بعض الاسئله اللي اثارت ضحك الموجودين. فده على مستوى بسيط، ممكن ده يتعمل بطرق مختلفه لتصحيح الصوره. واظن انه حتى القياده السياسيه تحدثت عن ده مطولا يعني فعلا. بس يعني فعلا. الرد الفعل او الاستجابه جت متاخره. هو في الحقيقه يعني المفروض يبقى فيه اولويات. الاولويه ان يكون هناك جيش من الازهر بيروح، وخصوصا الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا اللي لها معاقل الاخوان، وكلنا عارفين الكلام ده من السر، ان هي تبتدي تحسن هذه الصوره، ويكون هناك شروط معينه لخروج هؤلاء الائمه، لان في منهم بيجي من الازهر وفي خلال سنه او اتنين نتيجه الضغوط ينضم لضم هذه الخليه، ما بيبقاش لهم اسم بس بتبقى المنظمه ماشي بنفس الفكر، لانه بيستطيع انه يمشوه من المسجد، بيستطيع ان هم يخلوه لا يعمل. ممكن. طب ما دام حضرتك جبت سيره بريطانيا، ده بيذكرنا انه من اسبوعين تقريبا كان في بيان طالع متعلق بانه امكانيه يعني اللجوء السياسي لجماعه الاخوان، لان هم ممكن ينظر اليهم بانه هم بيتم يعني محاربتهم او يعني استهدافهم في بلدانهم. شفت ازاي هذا البيان؟ وكان بيان صريح يتحدث عن جماعة الإخوان. هي احنا في عندنا إشكالية في فهم الحريات في الدول الأخرى، وبنيجي بنعالجها بأسلوب عنيف، فبتعمل رد فعل عكسي. هم أي إنسان تحت أي نوع من أنواع الاضطهاد لو قدر يثبت كده سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا، وإنجلترا أكتر، بيعتبروه ممكن يبقى لاجئ سياسي او لاجئ ديني او الى اخره. اذا استطاعت هذه الجمعيات او المؤسسات انها تثبت للرجل القانون الانجليزي ان هم مضطهدين بشكل او باخر، سيتم قبوله. فدي مسألة قانونية، ورجل القانون لا يفكر في الدين. طيب هل حضرتك ما شفتش بان ياتي او يدل او ينم بانه في تحرك جيد من قبل مصر لمحاوله تصحيح الصوره، فده رد فعل؟ انا لا، في الحقيقه انا شايفها ان احنا لا زلنا لا نتحرك بالجديه الكافيه، لان الموضوع مش مجرد تحرك سياسي او على المستوى وزاره الخارجيه او دبلوماسيه، لا، لازم في تحرك ثقافي، لازم في فكر، لان الرجل اللي بيعمل رد الفعل ده لازم افهم الاساسيات بتاعته. مش هيقرا جورنال مصري، مش هيجي له ورقه من وزاره الخارجيه بتقول والله دي جماعه مضطهده، بل بالعكس ده هيفيده انه يسمح لهؤلاء، لان القانون اللي طبق عليه في مصر على هذا الشخص او في اي بلد من دول العربيه مش معترف به في انجلترا. ولذلك كما نرى الان مثلا في مساله تركيا، لما طلب من ان هم ينقلوا طلب من الاداره الامريكيه بان هم يسلموا فتح الله جولان فتح الله جولان، قالوا لهم لا،
ومع ان تركيا وامريكا من الحلفاء القويين. صحيح. لان لا يستطيع اي حد في الولايات المتحده الامريكيه ان ياخذ هذا القرار، لان قرار للسلطه القضائيه، فلا يمكن ان واحد يعني يقول اه طب يعني لا اتفضل. مش هيحصل. فهناك منظومات معينه احنا يعني بالنسبه لنا بتبقى مستغربه شويه، لكن لابد العمل عليها وعلى فهمها، وخاصه ان احنا كمصر احنا عندنا اكتر من 20 مليون مصري بره، ففي كثير منهم احنا عندنا في نيويورك وفي نيوجيرسي عينا قضاة مصريين يقدر. صحيح. النهارده لما انا يبقى عندي مساله قانونيه، لما اقول والله فلان هذا هو اللي قاضي من اصل مصري موجود، هيبقى ليه راي اقوى من اي قاضي في مصر، مع احترامي للقضاء بشكل عام، ان هو يقول هذا الراي. طيب اروح بقى لملف تاني وهو ملف الاعلام مره اخرى، ولكن ايضا نعلم جيدا بان الاعلام خاصه في امريكا، مش بس الاعلام في الغرب، انا بتحدث بخصوص امريكا، هذا الاعلام مبني على اعلانات، مبني على الفلوس، مبني على البروباغندا. ففي الاخر اما استطعنا نحن ندفع يعني فلوس عشان ناخد اعلان او ننشر شيء باسم مصر يصحح الصوره، ده كان في مقابل ان احنا عرفنا بانه ايضا هذه الجامعات او هذه المجموعات تتحرك بنفس الطريقه لتشويه صوره مصر. وشفنا مؤخرا اللي كتبته ذا ايكونومست عن مصر وحدثها بان هناك يعني افساد لمصر، وأن هناك أيضا يعني محاولة لقهر الموجودين في مصر إلى ما ذلك، وكان تعقيب من قرأ ده. وممكن حضرتك كمان يعني تقول رأيك بأنه حتى طريقة كتابة الافتتاحية كانت ركيكة، يعني باللغة الإنجليزية، لم تكن يعني مستندة كما اعتدنا وكما سمعنا وكما تعلمنا من الصحافة الأمريكية أن يكون فيها فاكتس، يكون فيها حقائق موثقة. حضرتك شفت إزاي The Economist وما نشرته مؤخرا في ضوء أنه إحنا استطعنا منذ فترة أيضا نشر ما يصحح صورتنا في The Economist مقابل أموال؟ تمام. إحنا عندنا برضو، خليني أخذ نقط معينة، إحنا عندنا مشكلة أساسية في تسويق الإنجازات المصرية حتى في مصر. يعني أنا كل ما أجي لازم أعمل تحليل وتقرير ليا نفسي، عشان لما أتكلم في سواء في روسيا اليوم أو في القنوات الكثيرة اللي أنا يعني بتكلم فيها، لابد يبقى في وقائع. إزاي إحنا كبلد زي مصر مش عارفين نقول الإنجازات الخرافية اللي أنا بقول خرافية، مش يعني عشان أطبطب على حد، الواقع إن مثلا من أصعب الإنجازات شبكات الطرق مثلا. أنا كنت رايح الساحل الشمالي، أخذت طريق بتاع وادي النطرون، هذا الطريق زيه الجديد، زيه زي اللي في امريكا بالظبط، تنفذ في وقت قياسي. حضرتك شفتي كام اعلامي مع احترامي شديد عمل برنامج وتصوير بالطياره وعن هذا الطريق؟ زيرو. صح. طب احنا ما بنتكلمش، بنتخيل اللي في امريكا هيفهم يتكلم. اذا كان اللي في مصر، انا بكلم صحابي المصريين يقول لا اصلك انت بتحب مش عارف. انا مش بحب يا جماعه، احنا ما بنعرفش. هل ما بنعرفش ولا اعلامنا لا يزال يعيش في عصور ماضيه لم يواكب الحداثه؟ ما انا بقول لحضرتك، ما انا عايز طياره تصور هذا الحدث وتشوف بدايته. ما يبقى بقى الجيش اي حد، ما هو لازم احنا النهارده نتكلم عن هذه الانجازات. انا كل مؤسسات المصريه اللي بتعمل حاجه، انا شخصيا لان لازم يبقى عندي ريفرنس. مثلا منظومه التموين، كم واحد اتكلم عليها، وان ازاي المجموعه اللي وراء منظومه التموين، لان التموين في مصر ده ممكن يوقع الدنيا. يعني حضرتك بتتحدث على ان احنا يجب ان يكون لدينا اصلا تغطية جيدة لما يحدث في بلداننا أو في بلدنا بصورة صحيحة بالزبط. تصل إلى المواطن المصري قبل أن نبدأ أن نتحدث بتصحيح هذه الصورة أصلا للمواطن الذي يعيش في الغرب. ليه؟ لأن جزء من الإعلام واللي الناس إحنا كلنا عارفينه، أن بينتقل من خلال المواطن بتاعك نفسه. يعني أحد وسائل تحسين صورة ما يحدث في أمريكا المواطن الأمريكي نفسه، فلابد ان المواطن المصري وخصوصا الخبراء و الى اخره يبقى يعرف يتكلم ايه هي الانجازات اللي اتعملت واتعملت ازاي وايه المقابل ليها بره، ويبقى عنده دوكيمنت. يعني انا لازم يبقى عندي فيديو اقدر ابعته، والله يا جماعه انتوا بتقولوا ما حصلش، حصل كذا وكذا وكذا، مش فيديو اعلان ركيك. لازم الناس الخبراء اللي فاهمين ويعرض على مجموعه من الناس بارائهم هذا يتكلم عن الطرق، ده بيتكلم عن منظومه التموين، ده بيتكلم عن الكهرباء. خليل، الكهرباء الشركه اللي بتعمل محولات الكهرباء في نيوجيرسي من اكبر شركات وتوردها لامريكا، هي اللي بتقول لي المعلومات عن مصر مش مصر. طيب خلينا يعني اقطعك معلش استاذ مهدي، احنا ايضا معانا من واشنطن عبر سكايب الاستاذ عاطف عبد الجواد المحلل السياسي. اهلا بيك يا استاذ عاطف. دكتور عاطف، عفوا.
اهلا بك. يعني دكتور عاطف، لو تطلعنا مؤخرا ايضا، كيف تعامل الاعلام الامريكي مع تناول دونالد ترامب لمصر وللشرق الاوسط، وكيفيه تعامله مع ملف الارهاب وذكره للرئيس السيسي ولمصر لعده مرات، كيف راوا هذا يعني الكلام من قبل مرشح الجمهوري في الانتخابات الامريكيه؟ طبعا الاعلام الامريكي لم يتناول اشاره دونالد ترامب بالتحديد الى التعاون مع مصر في مجال مكافحه الارهاب، انما هذه الاشاره جاءت ضمن خطه طويله عريضه طرحها السيد ترامب اخيرا، يعني في قضيه تشغل بال المجتمع الدولي بعد مهاترات سوقيه وغوغائيه من جانبه. بدا اليوم يتحدث عن قضايا جوهريه بنظر الى انه راى التخلف الكبير الذي تشير إليه استطلاعات الرأي في مقابل غريمته الديمقراطية. إذن لم يتناول الإعلام الأمريكي هذه المسألة بالتفصيل أو بالتحديد، وإنما ما زال الإعلام الأمريكي، طبعا هناك إعلام جمهوري محافظ مؤيد للسيد ترامب، وهناك أغلبية الإعلام المحترم في أمريكا، الإعلام الموضوعي والإعلام المحايد والمستقل، يتناول أقوال وتصريحات وخطط سيد ترامب بالتحليل الموضوعي عن طريق طبعا مناقشات يشارك فيها الخبراء في كافة المجالات. أعتقد أن السيد ترامب هنا لم يقدم حتى وهو يتحدث عن التعاون مع مصر والأردن وإسرائيل كحلفاء له في الحرب ضد الإرهاب، لم يتناول التفاصيل. يعني الناخب الأمريكي هنا يريد أن يطلع على التفاصيل، لا يمكن أن تقولي لي أنا سأوفر فرص عمل الملايين، يجب أن تقولي لي أيضا كيف ستوفر هذه الفرص، كيف ستدفع تكاليف هذه الفرص. سيد ترامب لا يفعل هذا. دكتور عاطف، إذا ما أسألك بقى من الجهة الأخرى، كيف يجب أن نتعامل نحن في مصر مع هذه التصريحات التي من الممكن أن يراها البعض أن هي تكون توريط لنا، خاصة إذا ما نجح بعد ذلك مثلا المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون؟ كيف يجب علينا أن نتعامل مع هذه التصريحات التي رآها البعض أيضا محاولة للتقرب منا؟ هذه ليست محاولة للتقرب، هذا الرجل يضرب أمثلة، أنه يقول أن الولايات المتحدة في عهده لو فاز بالرئاسة سيضع معايير جديدة لتحديد وتعريف من هو الحليف الحقيقي للولايات المتحدة لو أصبح رئيسا، والمعيار الذي وضعه هنا هو أن أي دولة تتعاون بجدية وبكثافة في محاربة الإرهاب، هذا هو المعيار الأساسي لتحديد من هو حليف أمريكا. وضرب أمثلة على ذلك بالدول الجادة في محاربة الإرهاب، ضرب أمثلة الأردن، مصر وإسرائيل. ليس هناك محاولة لتوريط مصر، لأن السيد ترامب ليس رئيسا، السيد ترامب يتحدث كمرشح انتخابي يطرح أفكاره على الناخب الأمريكي، وعلينا أن ننتظر. لو نجح السيد ترامب علينا ألا نأخذ بالأقوال، بل ننتظر لنرى حقيقة الأفعال، وعندئذ يمكن أن نقرر إمكانية أو عدم إمكانية التعاون معه. طب دكتور عاطف، يعني لو تسمح لي تظل معنا أيضا، أريد أن أسألك أستاذ مهدي حول كيف بإمكاننا أن نتعامل مع هذه التصريحات، خاصة وأن استخدام دونالد ترامب لبعض الأجزاء التي ذكر فيها مصر، وطبعا إلى جانب الأردن إلى جانب دول الخليج، يعني كانت قريبة جدا لكيفية أيضا حديثنا إحنا في مصر وفي العالم العربي، عندما تحدث عن العراق، عندما تحدث عن سوريا، عندما تحدث عن ليبيا، وحضرتك كنت بشوية بتقول فكرة المؤامرة، إحنا دائما نتحدث من وجهة نظر نظرية المؤامرة، هو تحدث بنفس لسان حالنا، فكيف يجب علينا أن نتعامل مع هذه التصريحات؟ هو في الواقع أن دونالد ترامب حاليا بدأ يتكلم بطريقة عقلانية، اللي اتكلم فيه هو اتكلم بعض التفاصيل، لكن هو دي السياسة اللي في بداية الحزب الجمهوري قال
انه عشان يكسب الانتخابات لابد ان يتعامل مع المسائل الحيويه الا وهي الامن والشرق الاوسط وبشكل مختلف. وكان الفكر العام للحزب الديمقراطي للحزب الجمهوري هو التعاون مع بلاد مثل مصر، البلاد التي هي لها باع وخبره في الارهاب، ولم يحدد الحزب الجمهوري بالضبط. فما نراه الان من ترامب هو محاوله الحزب تغيير طريقته في إلقاء يعني القنابل اللي هو بيلقيها بحيث أن تكون محددة وتتماشى مع الفكر العام للحزب الجمهوري. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أن احنا برضو في حاجة مش واخدين بالنا منها، مقولة ترامب لا تؤثر في شيء، لأن حتى ولو فاز ترامب هناك السنت والكونغرس والجوديشري اللي هي بتحدد السياسات الخارجية المرسومة وطبيعة العلاقة مع مصر أو من غيرها من الدول الأخرى. هو يحاول أن يظهر للمواطن الأمريكي أنه يفهم، لأن في أخطاء كثيرة قالها صحيح. في خلال تدل أنه ليس لديه أي فكرة عن السياسة الخارجية بالكامل. فلو أبسط شيء، عندما تحدث عن أوباما وكلينتون هم مسؤولين عن ذهاب يعني قوات الأمريكية وبعد ذلك سحبهم بطريقة كاتاستروفية كما قال، في حين أنه أصلا الجمهوريين هم من أرسلوا بالزبط. في بادئ الأمر يعني القوات الأمريكية إلى العراق. فلذلك أنا يعني أقول أن احنا لابد أن لا نعول خالص يعني على مقالة ترامب اللي سواء قالها دلوقتي. ترامب لا يمثل القوة التي تستطيع أنها تحدد سياسات، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، السياسات الأمريكية لا يمثلها شخص واحد أيا كان، سواء ترامب أو أوباما أو كلينتون، لكنها مجموعة من الآراء التي فيها مراكز الضغط وفيها مراكز الفكر وفيها المستشارين. وشيء برضو احنا مش عارفينه، ترامب من ضمن المجموعة الاستشارية لي في اثنين مستشارين، واحد منهم من اصل مسلم واحد من اصل عربي، مش عايز اقول جنسيته. عنده وليد فارس هو مستشار، وليد فارس ده احد المستشارين، وفي واحد من اصل مصري ايضا. طيب أيضاً. اسال بقى حضرتك، وحضرتك بتتحدث عن ان هو غير مؤثر، ولكن ده ما يعكسي او ما يتماشاش مع محاولة بعض الجهات والمؤسسات في امريكا تغيير طريقة تعاملها ونظرتها إلى مصر، خاصة بعد 2013 وثورة 30 من يونيو، في حين أن تستمر الإدارة الأمريكية التي احقراطيون في الحديث عن مصر أيضا بطريقة ليست متماشية تماما. يعني منين تراجعتم عن يعني سحب المعونات العسكرية اللي كنت بتمنحوها لنا، ومنين تستمر يا كلينتون في الحديث عن مصر والحديث عن الرئيس السيسي بنفس الطريقة، طريقة 2013؟ هي هنا في لخبطة شديدة جدا عندنا، ان احنا بنعتبر امريكا دي كلها حاجة واحدة. ممكن الادارة الامريكية تتكلم بشكل، وممكن مؤسسات الضغط تتكلم بشكل اخر، والمؤسسات الفكرية تتكلم بشكل، وممكن يعني المستشارين. احنا في للأسف في مصر يحطوا كل ده على بعض، ازاي كلينتون بتتكلم بالطريقة دي والاعلام الامريكي بيتكلم بالطريقة دي؟ ده طبيعي، لان كلينتون او غيرها بتتكلم من منطلق وزارة الخارجية التي كانت تمثلها. في تاني تشعبات كثيرة في المنظومة الأمريكية مش بالسهولة بتاعة ان احنا نقصها كلها شيلة بيلة كده زي ما بنقول بالمصري على اساس ان هي حاجة واحدة. لابد ان نتعود ان يجينا مؤشرات مختلفة من اماكن مختلفة، ونتعامل مع كل منها بطريقة مختلفة برضو. يعني انا هتعامل مع كاتب مقالة، احنا النهاردة رفعنا المقالة المكتوبة في الإيكونومست كأنها سياسة أمريكية، وطبعا ده مفهوم خاطئ جدا. وبعض الأحيان بنحط السياسة بتاعة وزارة الخارجية اللي كانت مبنية أصلا في وقت معين بعد ردود فعل معينة على أساس دي السياسة العامة. في حاجة مهمة جدا أخيرا قبل ما أقول، خطاب الرئيس السيسي اللي قاله للأزهر وتغيير الخطاب الديني عمل أثر كبير جدا في مؤسسات الفكر، وفي وهي دي اللي بتأثر بقى على الكونغرس الامريكي واللي بيها نقدر نشوف رد فعل. استاذ مهدي، خلينا ايضا نعود مره اخرى للدكتور عاطف. دكتور عاطف، يعني البعض يتساءل من الافضل لنا في مصر وللشرق الاوسط، هل هو دونالد ترامب او هيلاري كلينتون؟ يعني نتذكر في وقت الانتخابات الامريكيه الاخيره عندما فاز اوباما كان البعض هنا في مصر وفي العالم العربي يتمنى فوز اوباما. يعني من وجهه نظر حضرتك كيف ترى، من هو الأفضل لنا، الجمهوريون أم الديمقراطيون؟ التعامل مع الشرق الأوسط ومع مصر لها صداقات
طويلة العهد مع مصر تفهم أكثر الأوضاع في مصر وفي الشرق الأوسط، سواء عن طريق عملها 4 سنوات كوزيرة الخارجية، سواء عملها 6 سنوات كعضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، سواء من خلال مركزها كسيدة أولى زوجة للرئيس بيل كلينتون الذي نجح في وقت من الأوقات في جمع الرئيس الراحل عرفات ورئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك في محاولة حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. إذن هذه تراكمات من خبرة طويلة، وأيضا هي لها سياسة ثابتة يمكن التنبؤ بها. أما سيد ترامب هنا فغير لا يمكن التنبؤ بما سيفعل بين ساعة وأخرى. في لحظة من اللحظات يقول أنه أوباما وكلينتون هما مؤسسا جماعة داعش، بعد ساعة أخرى يتراجع عن هذا التصريح ويقول لا لست أقصد هذا، أنا كنت أبخر، كنت أتحدث بصورة ساخرة. إذن هذا رجل لا يمكن التعويل عليه لمعرفة كيف وإلى أي اتجاه ستكون سياسته الخارجية عندما يصبح رئيسا، وبالذات وهو الرجل الأقوى في العالم الذي يضع إصبعه على الزر النووي. إذن أنا شخصيا رغم أني لست أفضل أيا من المرشحين، لكن فيما يتعلق بالشرق الأوسط ومصر بالتحديد أرى أن السيدة كلينتون ستمثل استمرارية يمكن التعويل عليها في التعامل مع مشاكل المنطقة. دكتور عاطف، مؤخرا يعني بعض الخبراء والمحللين يتحدثون بأن مصر وطبعا الشرق الأوسط، ولكن مصر يعني بالأساس مهمة للغاية للولايات المتحدة الأمريكية وأيضا للغرب، وأن أيا كانت التصريحات التي تصدر من يعني السياسيين، ولكن في نهاية الأمر من يضع السياسة الخارجية بكل المؤسسات التي تتداخل في وضع هذه السياسة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية يهمهم مصر ويهمهم استقرار مصر. بدون شك يعني استقرار مصر معروف تاريخيا وتقليديا يعني استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. نحن نعلم جميعا بالنظر إلى أن مصر دولة قديمة، أقدم دولة في العالم تقريبا، ما يحدث في مصر يؤثر فورا لحظيا فيما يحدث في الدول المحيطة بها على الفور. الولايات المتحدة تدرك أهمية مصر الاستراتيجية، والولايات المتحدة تربطها بمصر علاقة استراتيجية قوية. طبعا هناك تقلبات ما بين وقت وآخر، ولكن في النهاية العلاقة الاستراتيجية والجوهرية بين الطرفين علاقة ثابتة منذ أيام الرئيس أنور السادات منذ السبعينيات. والولايات المتحدة تعول على دور مصر في إحلال الاستقرار في المنطقة بأسرها، من هنا تأتي أهمية دور مصر. ولكن سوف تجدين أصواتا هنا وهناك، أصوات في الكونغرس، سوف تجدين أصوات في الإعلام تنتقد مصر لهذا أو لذاك، ولكن في النهاية المحصلة، وسوف تجدين أيضا في بعض الأحيان انتقادات صادرة من مسؤولين رسميين حكوميين في الحكومة الأمريكية، ولكن كل هذا شيء، والشيء الجوهري والأساسي الباقي والثابت والوحيد هو أن الولايات المتحدة بدون شك تقدر دور مصر في استمرارية وإحلال الاستقرار في المنطقة بأسرها. طيب يعني دكتور عاطف عبد الجواد المحلل السياسي كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا على الهواء مباشرة. أعود إليك يعني أستاذ مهدي، ونحن نرى ونتحدث عن هذا السباق الأمريكي الذي بات يؤثر على حديثنا أيضا في الشارع، خاصة مع تصريحات ترامب المستمرة ضد الإسلام والمعادية للإسلام والحديث عن التطرف الإسلامي والإرهاب الإسلامي إلى ما ذلك، وفي المقابل يعني وما قاله دكتور عاطف أيضا الحديث بأن كلينتون هي أكثر يعني استقرارا في تصريحاتها، في المقابل ترامب يعني كل يوم برأي. رأيك من هو الأفضل؟ يعني ده نفس السؤال اللي سألته الدكتور عاطف، من هو الأفضل لنا؟ من نتمنى يأتي يعني إلى الرئاسة الأمريكية ويتعامل معنا بشكل، طبعا السياسة مصلحة، ولكن يتعامل معنا بشكل غير الشكل الذي نراه الآن؟ أنا هقول مقالة ممكن ما سمعتهاش، الأفضل لنا هو المصريين أنفسهم. ودليل كده أن في أثناء فترة الرئيس السادات الله يرحمه كانت العلاقة الأمريكية المصرية على أعلى مستوى، كما وضح الأستاذ عاطف واللي احنا بنقوله من قبل كده. احنا للأسف بنحط كل ما يحدث في أمريكا تحت مسمى واحد. هناك سياسة خارجية أمريكية يهمها
بكل المقاييس أن تكون مصر مستقر سياسة دولة. سنجد موظفين في يطلعوا يقولوا مقالات، سنجد إعلاميين يهاجموا مصر، سنجد لأن متغيرات كثيرة ولا يوجد كتم صوت في أمريكا، أي حد ممكن يقول هو عايزه. المقابل أن يكون أن احنا علينا هنا في مصر فهم أن لما يكون في حاجة زي الإيكونومست ما ينفعش واحد من وزارة الخارجية يكتب لها جواب. احنا عندنا مصريين، وخرج بيان عن وزارة الخارجية المصرية يندد بيه، ما الكلام ده ما ينفعش، لان كأن واحد في مجال بيكلم واحد تاني. احنا عندنا مصريين في مجال اقتصاد في امريكا من احسن المصريين، يعني واحنا عارفين يعني واسمه محمد العريان. لو احنا عرفنا نعمل علاقات، ودي شيء سيء جدا، لم تستفد مصر ابدا من الخبراء وابنائها. محمد العريان لما بيطلع يتكلم في التلفزيون، السوق الامريكي الدوليه بتبقى ممكن كلمه منه ترفع وتنزل هذه الـ يعني الـ القيم. احنا حضرتك بتقول ان احنا عندنا اشخاص او افراد ممكن يشكلوا لنا لوبي دون المرور عبر سنوات كيفيه تشكيل اللوبي، ولا حاجه. احنا مجرد نعمل تواصل معاهم، ومش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، في السوق الـ يعني في الوول ستريت لهم نادي مخصوص، نادي عربي من اقوى الاقتصاديين في امريكا، ناس عرب ومصريين. واحنا بننسى ان العرب برضو في كثير منهم، وخاصه المتعلمين في مصر، بيحبوا ان هم يساعدوا. لكن كلمتك الاخيره بقى يا استاذ مهدي، لانه وقتنا للاسف شديد انتهى. في الحقيقه انا بقول يا جماعه، يعني يا ريت المسؤولين اللي هنا يفوقوا شويه لاهميه القيادات المصريه اللي موجوده بره، اللي يهمها ان هي تساعد مصر بدون مقابل، لان ما حدش فينا محتاج لمصر. احنا محتاجين نشوف مصر على اعلى مستوى، وبنزعل جدا لما نلاقي مصر قائمه الرئيس طالع، يعني طالع انا شفته في الامم المتحده يكاد يقع، ورئيس الوزراء اللي قبل كده. لابد الناس كلها تشتغل، لابد يبقى فيه اهتمام بان مصر كلها، اللي يشوف حاجه غلط يحاول يعملها ويحاول يساعد. وارجع واقول الاعلام بتاعنا يا جماعه، بطلوا تكلموا نفسكم، واعرفوا ان اللي انتم بتقولوه ده ما حدش بره بيسمعه، والقنوات المصريه والاعلاميه ما حدش بيشوفها، واحد على ألف حتى المصريين اللي بيشوفها. لابد ان يكون هناك فكر جديد. احنا كان تي في بيتفرجوا عليه في امريكا يا دكتور، بعد اذنك يعني لو سمحت. انا واصحابي مثلا احنا واصلين. احنا واصلين. طب يعني سؤالي الاخير، وانا مش قلت سؤالي الاخير، بس ده سؤالي الاخير الثاني. الاعلام هو بس دوره في مصر، ولا ان تتحرك ايضا السلطه ويعني والسياسيين في مصر ان هم يوظفوا هذه الجهود عشان تظهر في الاعلام الغربي؟ هو في الحقيقه لازم يبقى في موافقه سياسيه، دعم سياسي خلفي للاعلام. ولكن الاعلام لو كان الاعلام حس في الغرب انه موجه مش هيبقى مؤثر. لابد الاعلام يبقى فكر، ويكون في هناك تعاون، وليس للظهور، ولكن انما لتاثير على الشعب الامريكي والمواطن الامريكي والناخب الامريكي والسياسي الامريكي بطرق غير تقليديه، مش بالاعلانات، مش بطريقه تعريف. واحنا قلنا مع وزاره السياحه مثلا عايزين نعمل رحلات نستقطب الناس دي. انا ممكن اجيب واحد صاحبي كونجرس مان، لكن لو جات له الدعوه دي من وزاره الخارجيه مش هيجي. لما تكون في علاقات شخصية، احنا ابتدينا نفقد الثقة في وزارة السياحة اصلا، يعني اساسا يعني ده عايزة يعني برنامجين لوحدهم، عايزة ثلاث برامج يعني. بالظبط. على العموم يعني احنا دايما يا استاذ مهدي مؤخرا عندما نتحدث عن هذا النوع من السياسات نتحدث بانه في الاخر في اتجاه بالفعل من القيادة السياسية، ولكن ايضا التنفيذيين مقصرين جدا، وفي احيان كثيرة ودن من طين ودن من عجين. احنا بنحاول، ولكن ايضا القيادة السياسية تحاول، الشعب بيتكلم بس محتاجين حد ينفذ ويسمع الكلام ده. على العموم انا بشكرك، نورتنا استاذ مهدي عفيفي، المحلل السياسي والعضو السابق بالحزب الديمقراطي الامريكي، ويا ريت بقى تبقى تنورنا تاني للحديث بقى عن يعني ما سيحدث في الانتخابات الامريكيه. احنا مستنيين يعني السباق يعني قرب يشتد ويبقى اسخن واسخن واسخن. بشكرك شكر جزيل. مشاهدينا احنا كده وصلنا لنهايه برنامجنا استوديو الاخبار، ان شاء الله الاسبوع القادم نلتقي مجددا والمزيد من الاخبار على تان تي في. تحياتي ليكم، كنت معاكم سمر نجيده.